بيستضيف البطولة الأفريقية الأيروبيك، أحد أفرع الجمباز. يعني كل الاتحاد الأفريقي موجود، وكمان عندنا أعضاء نازلين انتخابات. أكيد الدولة المصرية بتدي دعم للأعضاء، ودي قوة ناعمة أخرى من الرياضة. الجزء الآخر هي مؤهلة لبطولة العالم الأيروبيكس، أحد أفرع الجمباز. النهاردة زي ما حضرتك شايف كمان عدد الممارسين في زيادة مستمرة، الأسرة المصرية موجودة. كمان إضافة إلى جزء البعد الاقتصادي، عدد العاملين يعني اللي بيزيدوا بزيادة هذا الموضوع، كمان توفير المنشآت اللي بقت موجودة واستمرار استثمارها. النهاردة البطولة الأفريقية 18 للجمباز الأيروبيك، وهي لثلاث مراحل عمرية، الدرجة الأولى اللي هم الكبار أنسات ورجال، مرحلة الناشئين رجال وسيدات أيضا، ومرحلة ما قبل الناشئين اللي هم يعتبروا تحت 14 سنة. ففيها ثلاث مراحل عمرية، فيها عدد مشاركة كبير جدا سواء من المنتخبات المصرية أو أيضا المنتخبات الأفريقية. بيمثل هنا حوالي 9 دول جايين للمنافسة، ودي تعتبر أكبر عدد لجمباز الأيروبيك، لأن جمباز الأيروبيك يعتبر دخل أفريقيا في خلال ال7 سنوات الماضية، وأيضا دخل مصر في نفس التوقيت. والحمد لله المنتخب المصري النهاردة هو يعني في ريادة أفريقيا في الجمباز الأيروبيك. وطبعا الأسبوع القادم على طول المنتخبات إن شاء الله هتخلص البطولة الأفريقية، دي تعتبر تمهيد ليهم لأنهم رايحين بطولة العالم اللي هتقام في إيطاليا في بيزارو إن شاء الله من 24 سبتمبر القادم. وإن شاء الله بإذن الله هيبقى فيها تأهيل للورلد جيمز، فإن شاء الله بإذن الله أبطالنا المنتخبات يقدروا يحققوا ده. طبعا البطولة على أعلى مستوى والتجهيزات وافتتاح على أعلى مستوى. نحب نشكر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي على التجهيزات العالية والتجهيزات اللي هو عملها لنا في المعسكر لتحضير البطولة ديت. فالحمد لله الأداء كان مشرف زي ما أنت شفت. هو الحمد لله يعني كل بطولة الواحد بيحاول يثبت نفسه عن البطولة اللي قبلها، يعني الواحد بيحاول يكسر رقمه عن البطولة اللي قبلها بيطور نفسه. إن شاء الله عندنا كمان أسبوعين أنا وزمايلي 12 لاعب اللي عندنا بطولة العالم، فبنحاول نجهز لها على اعلى مستوى. هي حاجة حلوة قوي ان احنا نشارك في بطولة افريقية، اكسبيرينس حلوة قوي لينا، وكمان حاجة حلوة ان احنا بنلعب باسم مصر، ودي كمان حاجة حلوة ان انا دي كانت تاني مرة اشترك في بطولة افريقية. اشتركت في بطولة افريقية 2020 وجبت مركز اول، فكنت حابة ان انا اشترك تاني واعيد الاكسبيرينس دي. طبعا افتتاح مشرف جدا بالنسبة لمصر، واكيد احنا كنا في مكان وطلعنا اتطورنا كتير، فالحمد لله ان احنا دلوقتي بدانا ننافس في البطولات الدوليه والمحليه كل حاجه. طبعا التفاعل الجماهيري كبير، لان دلوقتي المصريين بقوا في حته تانية، كانهم بينافسوا بنفس المكان بتاع الابطال العالم وكل حاجه.